إلحاق أي أضرار بالشبكة الكهربائية جراء تعريضها لأحمال زائدة. أصحاب محال بيع الأجهزة الكهربائية طالبوا بدورهم التجار باستيراد أجهزة ذكية لا تستهلك طاقة كهربائية عالية حفاظا على ديمومة التيار الكهربائي. طلب مواطنون بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية والمواطنين لديمومة واستمرارية التجهيز بالتيار الكهربائي الوطني من خلال عدم اللجوء إلى استخدام المدافئ الزيتية والهيترات والسخانات بدرجة مبالغة فيها إسهاما في ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم تحميل الشبكة الكهربائية بحمولات زائدة في هذا الوقت من موسم الشتاء. ترشيد الكهرباء شيء ضروري جدا، يعني الصوبات الزيتية مثلا مكان ثنتين خلي واحدة، الهيترات هيتر طعام مثلا الغاز هنا بكركوك متوفر وسعره زين، ولا تنسى انت كركوك هسه مو محافظه بس وحده او قضاء واحد، هسه خمس محافظات على كركوك، صلاح الدين، نينوى، ديالى، يعني تكريت، زين، فلازم انه بكت الناس تظل متكفيه بهالموضوع هذا، لا كنا هناك كهرباء حزنه بس نريد انها تقليل اكثر بكت الدوم، مو مسير انه تكون استمراريه اكثر الكهرباء. نحن كمواطنين محافظه كركوك لازم نساهم المساعدة المواطنين على قلة استخدام الكهرباء أثناء النهار، ولازم نقلل المواد الكهربائية الزائدة كي نساهم الآخرين في استخدام الكهرباء. حقيقة الكهرباء شيء ضروري، فإحنا بقدر المستطاع أن لازم نقتصد بالكهرباء وعلى نستخدم الكهرباء استخدامات ضرورية فقط. أصحاب محال بيع الأجهزة الكهربائية طالبوا من جانبهم التجار باستيراد أجهزة كهربائية لا تستهلك طاقة كهربائية عالية للحفاظ على ساعات تجهيز أطول للكهرباء وسلامة الشبكة الكهربائية. بالنسبة للهيترات أو الطباغات أو دولكات مع الماء، يعني أبسط شيء، وأوفنات مع الكهرباء يعني شيء طبيعي، عندنا مثلا دولكة مع الماء من يفر الماء قبل يطفي أوتوماتيكيا، يعني ما يحتاج انت تروح تطفي الكهرباء، هو يطفي. عندنا هيترات مثلا اوروبي ب 3 امبيرات يشتغل، عندنا هيتر بامبير ونص يشتغل، امبير ونص يشتغل، يعني معقول التجار ليش ما يجيبون لنا هاي الشيء غرابات؟ عندنا طباغ ليزر يسمونه بالكهرباء يشتغل، من تحط الشيء يشتغل، من تخوخر الجدريه بدل ما انت تروح تطفي الكهرباء هو يطفي مكانه. ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين يساهم في استقرار ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ويحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء بين الحين والآخر، وهو دليل وعي حضاري وثقافي. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه يدرس طلب العراق بالحصول على المساعدة